وضمن صفقة تبادل أفرجت السلطات الإسرائيلية عن أطفال من بينهم أصغر أسير فلسطيني الطفل أحمد سلايم البالغ من العمر 14 عاما. وكان سلايم قد أمضى شهرين في الحبس المنزلي قبيل تسليم نفسه للاعتقال الفعلي في سجون الدمون ليسجن 3 أشهر. يلا نفوز. كما أفرجت السلطات الإسرائيلية عن لميس أبو عرقوب التي اعتقلت بعد عملية طوفان الأقصى بيوم واحد من منزلها في مدينة دورة في الضفة الغربية لتستقر في السجون الإسرائيلية مدة تجاوزت 50 يوما. حبيبي يا بابا. لا حزم تعالي تالا اشتقتلكوا انا يا حبايبي. وانت نارجع حبايبي تعالي يا جنب طيحوش. انا رجعت شايفين، انا رجعت قوية شايفين، وما خفتش انا منهم شايفين. اقول لك حنون علي اصلا، انا دلوعتك وحبيبتك وكل شيء، ما عمرك ما خسرتني.